طيب شيخنا، بعد بدء هذه الهدنة وجدنا أن أهل غزة قد رجعوا إلى أحيائهم ليتفقدوا بيوتهم وما آلت إليه الأمور، وطبعا حجم الدمار كان هائلا جدا. شيخنا الكريم، المسلم وهو يرى ماله وحاله قد تغير، وكذلك يرى بيته قد تدمر وربما استشهد بعض فلذات أكباده، كيف يستجمع قواه بعد كل هذه المصائب التي حلت به ويكون هذا الأمر بإذن الله تعالى بردا وسلاما على قلبه؟ بارك الله فيكم. حقيقة مع يعني اجتماع الألم مع الأمل وما نراه من أحداث ورأيناه وشاهدناه، الذي رأى ليس كمثل من واقع الحدث. نحن نرى فقط الآن، نحن خلف التلفاز الشاشات، أغلب الناس حتى الذين يتضامنون، كنا نحن أو حتى في الغرب الذي يتضامن لم يعش تلك الأحداث، وكلنا نحن الذين نتحدث الآن وراء هذه الشاشات هذه المنصات لم نعش تلك الحالة، ولم نرى طعم تلك الأحداث، وإنما يراها بعين البصيرة والحقيقة الذي يشاهدها ويقف بقدميه هناك ليرى المآسي والمصائب والمشاق والمتاعب وما حل بإخواننا في أرض غزة. لكن مع ذلك نقول لهم، وإن كنا نحن في بعد عن المكان، نذكرهم ونذكر أنفسنا بقول الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، هذا وعد الله عز وجل. انظروا إلى ما حدث في قصة غزوة أحد. نعم. يعني عندما عاد المسلمون بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويسأل عنهم بصوته الحاني بتلك النبرة المشفقة: أين مصعب؟ أين مصعب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر ب حرقة وأسى عند فقدانه لأحد من أصحابه، لا سيما مثل مصعب بن ذلك الصحابي الذي كان يعرف بأنه برائحته الزاكية وطيبه الفواح ومنظره وظهره، وعاد وكان كل أسرة تسأل عن فقيدها أو عن أحد أفرادها، ومصعب من يسأل عنه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أين مصعب؟ أين مصعب؟ وذهب ليتفقد مصعب رضي الله عنه وأرضاه، فوجده ممن استشهد في تلك المعركة. ولا ننسى أنه فقد عمه، فقد من الأعمام، فقد من الأصحاب. رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاط هذا الحزن إلا أنه يشعر أيضا بالنصر. سبحان الله. وأذكر إخواني بمثل هذه المواقف، أن النبي صلى الله عليه وسلم موقف مثل هذا، ولذلك الله سبحانه وتعالى نهانا أن نشعر بالوهن أو بالأسى والحزن في مثل هذه المواقف، بل نستشعر نصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد وهو لا يتخلف ولا يتبدل. فقد وعد الله سبحانه وتعالى هذا الوعد الذي لن يتغير، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا حق من الله سبحانه وتعالى، وهو إخبار من الله عز وجل ولا ينسخ ولا يتغير ولا يتبدل، أن النصر للمؤمنين واقع لا محالة في ذلك. فنقول لإخواننا الذين يعودون إلى منازلهم، قد لم يرى، قد يكون الواحد منهم لا يرى بيته، قد مسح، اختفت كل المعالم، الدمار كان شيئا فظيعا لا يتخيله الإنسان إلا من جاء، حتى هم الذين رجعوا في خلال هذه الأيام، أيام الهدنة،
يعني تغيرت عليهم الدنيا، ليست هذه القرية التي نعيشها، نحن نرى فقط نشاهد من بعيد، لكن هم رأوا بأم أعينهم الحقيقة والمر الذي وجدوه. يكفي ما رأيناه أن أحدهم لم يستطع أن يدفن ذويه والده إلا وأخرج البلاط وأخرج الطوب، ثم بعد ذلك دفنه في نفس المنزل، قال لم أستطع من شدة القصف والركام، فدفنهم هناك. يعني الأمر ليس بالهين حقيقة، ونقول لهم لا تنسى أن تستشعر ثواب الله سبحانه وتعالى وأجر الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواقف، ولكم أن تذكروا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لتلك المرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هنا أول الصدمة الحمد لله، وأن الله سبحانه وتعالى سيجبرهم، جبر الله مصابهم وأحسن الله عزاءهم وعوضهم خيرا مما كانوا فيه. نعم لا تعوض الأرواح، لكن لا تنسوا أنهم عند الله سبحانه وتعالى، أولئك الذين استشهدوا من الأطفال من الرضع من أولئك الأبرياء الذين يعني قصفهم هذا الكيان الغادر المغتصب لأرضهم، ولا يحق له. لماذا تضرب هؤلاء؟ أنت جئت لتحرر، لماذا؟ يعني أنت تريد أن تحرر أسراك، لماذا تضرب هؤلاء؟ يعني ما هو الشيء الذي يبرر لك ويسوغ لك أن تضرب؟ أنت تريد أن تحرر بشرية. سبحان الله، أين الدروع؟ يعني ليس هم خلف، ليس خلف هؤلاء الذين قتلوا قتلوهم خلفهم الأسرى. يعني حتى المسميات للأسف يا أخ عدنان، يعني في الإعلام المسميات في غير موضعها، وقد ثبت ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آخر الزمان تأتي كلمات يسمون الأشياء على غير مسماها، فيقولون للمقاوم إرهابي، يقولون للخمر يعني مشروبات روحية، يقولون للخمر للموسيقى يعني أصوات يعني مريحة لي، وهكذا أيضا هنا يعتبرون هذه الأرواح وهذه الأجساد من الأبرياء ومن المدنيين العزل، قالوا هؤلاء دروع بشرية. على أي أساس؟ لم تكن حماس هي التي تواجههم، هم لم يواجهوا المقاومة ولا حماس، فلا أدري هل هذه تنطلي على الغرب، هم هناك هل يصدقون إلى هذه الدرجة؟ لكن للأسف أن نجد ذلك في بعض يعني الدول العربية أو الإسلامية ممن قد يتأثر بمثل هذه المعطيات وهذه الكلمات التي لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان.